كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. في هذا الإطار يعني المكتب ارتأى من خلال الصيرورة ديال العديد من الاجتماعات، من المراسلات، بيان إلى المسؤولين، يعني التحسيس حول الأوضاع اللي كتعيشها المعابر الحدودية. هذه المبادرة هذه اللي خرجنا بها اليوم فهي مبادرة 5 على 1، هي مبادرة اللي هي إنسانية في الدرجة ديالها وفي المضمون ديالها. هاد المبادرة هذه هي بالدرجة الأولى كتخلق واحد الإحساس بالمسؤولية خصوصا تجاه المرأة المسنة اللي كتعيش داخل المعابر الحدودية وخاصة الحي الصيني. نادينا في العديد من المرات على أنه باش نحتويو هذا الخرق اللا إنساني اللي كيتمارس على المرأة المغربية، في حين أنه ما كاينش اللي دار شي تدخل، ما كاينش، بالعكس هي الأوضاع زايدة وكتأزم، بما فيه أنه تصوروا المرأة المسنة داخل يعني في المعابر أنها كتبت الليل كامل تحت الأمطار، تحت الرياح، تحت الصقيع، المشاكل اللي كتعرفوا أنتم ديال الكلاب الضالة، ديال الكثير من المشاكل اللي كتعيشها المرأة الليل كامل باش تدخل مع 7 الصباح. مسألة خطيرة جدا، وفي حين أنه ملي كتدخل كاين اللي ما كتلقاش باش تخدم، ما كتلقاش. علاش؟ لأنه الندرة ديال هاد المواد، هاد 5 على 4، هاد 5 على 1، ما هي إلا حل لهاد المسائل هادي، بما فيها أنه كتلقى الشغل ديالها، كتلقى الحمولة اللي توالما، كتلقى الظروف اللي هي إنسانية. يعني واش هاد الناس ما باغينش يحسوا بينا كمواطنين؟ واش حنا بغاو يقصيونا يعني نهائيا أن باش نكونوا كفعاليات مواطنة اللي كتدعي المشاركة في الاقتراحات والحلول؟ هذا أمر كيرجع لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.